السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنطلب منكم الا كنتوا اول مره كتفرجوا في القناه ديالي، ما عليكم الا الاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد ديال القناه. اما بالنسبه للموضوع ديالنا، غنهضروا على الناس اللي صيفطوا 12 12 وجاهم داك الميساج ديال لقد تم تسجيل طلبكم بنجاح ومازال ما خداو الكود، مازال ما جاهم الكود ديال انهم يمشيو ياخذوا الفلوس. يعني كيشوف جار ولا شي واحد صاحبه صيفط غير من وراه واستافد، غير باش نطمئنكم راه كلشي غيستافد ان شاء الله، غير شويه ديال الصبر. اول حاجه كيف ما قلت لكم على الفيديو اللي فات، اول حاجه كيتفاداو الاكتضاد، وعلى حساب لي بونك راه ما يقدروش يصيفطوا واحد المبلغ مالي كامل في نهار واحد باش ياخذوه كاع الناس في نهار واحد، راه ما يمكنش. يعني الناس شويه ديال الصبر، راه غادي تستافد قبل العيد ان شاء الله، قبل يمكن هاد السيمانه غيصيفطوا لكل شيء على حساب العيد باش كل شيء يعيد ان شاء الله. غير شويه ديال الصبر راه كلشي غيستافد كيف ما قلت لكم. والناس اللي صيفطوا 12 12 جام داك الميساج بلا ما تبقاو تصيفطوا، صافي راه تحبس داك السيستيم، بلا ما تبقاو تعذبوا راسكم وتصيفطوا. حيت دابا اللي غيستافد راه اصلا قبل ما يتصيفط 12 12 راه كتكون في لا ليست ولا ما كتكونش. ديك الميساج كيف ما قلت لكم اللي كتصيفطوا راه غير باش اكتيفيو ديك الدفعه الثالثه، وهذا ما كان. لهذا كنتمنى منا شويه ديال الصبر ان شاء الله، وراه كلشي غيستافد. كونوا متاكدين انكم غتستافدوا مادام ما صيفطوش لكم انكم ما كاينينش في لا ليست ديال المستفيدين. هذا ما كان غير شويه ديال الصبر، وتهلاو في راسكم. نتمنى ان العيد يدوز بخير وعلى خير على كاع المغاربه وعلى الامه الاسلاميه جمعاء. هذا ما كان، تابوناو في لاشين، بارطاجيو الفيديو، تهلاو في راسكم.